بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض عرض البيانات في داتا جريد فيو. طيب يا جماعة، في الفيديو اللي فات كنا دخلنا في الكلاس اللي هو بتاع الدي بي هيلبر، وعملنا الدالة اللي هي بتاعت جيت داتا، واتفقنا ان الدالة دي اللي انا هجيب بيها البيانات. هجيب بيها البيانات ازاي يا جماعة؟ ان انا دلوقتي بفتح شاشة تصنيفات الكتب، او خلينا مثلا بدل الكاتيجوري خلينا في الدول، تمام؟ يعني نجرب الاول الدول وبعد كده نعمل تصنيفات الكتب، هما الاتنين زي بعض بالظبط. زي بعض ليه؟ عشان مفهومش غير رقم واسم بس، فهما الاتنين مشابهين لبعض جدا. طيب هنعمل ايه يا جماعة؟ نركز مع بعض. لو نفتكر قبل كده لما كنا بنعمل انسيرت ابديت ديليت، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل انترفيس، كنا بنعمل موديل، كنا بنعمل سيرفيس، كنا بنعمل بريزنتر. حلو، بناخدهم بالترتيب كده. طيب الحاجات دي اصلا موجودة، يعني مثلا شاشة الدول موجود في انترفيس اللي هو اي كانتري ده، نفتحه مش هنلاقي فيه غير انت اي دي، وهنا السترنج الكانتري نيم، اللي هما الاتنين اللي موجودين عندي. طيب دلوقتي في عنصر تاني انا عاوز استخدمه، العنصر التاني ده اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو الداتا جريد فيو، تمام. طيب العنصر ده انا عاوز استخدمه جوه السيرفيسز، وعاوز استخدمه جوه البريزنتر. وانا قلت قبل كده كذا مرة ان احنا جوه الطبقة بتاعة اللوجيك دي ما بنتعاملش مع اليو اي او مع اليوزر انترفيس او مع الفورم اللي قدامنا دي مباشر. بمعنى ما ينفعش مثلا اجي جوه البريزنتر واقول له داتا جريد فيو دوت كذا، لا انا بعمل حلقه وصل بينهم، تمام. قلنا طبقه اللوجيك او طبقه البريزنتر دي بتكون مفصوله تماما عن البيانات، ودور الانترفيس والموديل ان احنا نربط ده بده، تمام، بحيث ان احنا نفصل اليو اي او اليوزر انترفيس خالص عن اللوجيك الورق. وده هو ده اساس الام في بي او الديزاين باترن بشكل عام. طيب هنعمل ايه؟ هنفتح الانترفيس بتاعت ايه؟ بتاعت الشاشة اللي احنا عاوزين نعملها، اللي هي بتاعت الكانتري، اللي هو بمعنى اصح احنا عاوزين من الاخر كده ننفذ الستورد بروسيجر ده ونرجع اسامي الدول بتاعتنا، تمام. طيب هنيجي هنا في الاي كانتري او الانترفيس، نفتكر ان احنا كنا عاملين اتنين متغيرين بس. طيب عاوزين دلوقتي نعمل حاجة للداتا جريد فيو، فمثلا ده هنسميه داتا جريد فيو، تمام. طيب النوع ايه بقى؟ هنا مثلا نركز مع بعض يا جماعه شويه، هنا مثلا كان رقم الدوله ده رقم انت، هنا ده سترنج، تمام. طيب بالنسبه للداتا جريد فيو ده عباره عن ايتم، عباره عن عنصر عندي، فانا هدي له نوع ايه؟ ولا هو رقم، ولا هو ديسيمال، ولا هو سترنج، ولا هو نص، ولا طب هدي له ايه؟ في حاجه عندي اسمها اوبجكت، تمام. اوبجكت ده يا جماعه يعني كان انا بقول له كده زي الناس اللي شغاله في الجافا سكريبت والسي شارب، عارفين زي الفار مثلا، تمام. لما انا باجي اقول له مثلا فار كذا، الفار دي معناها ان اي نوع، يعني مثلا لو انا قلت له فار ومتغير من نوع انت هيقبلها، فار ومتغير نصي هيقبله. فالاوبجكت دي يعني متغير جواه حاجه، تمام. الحاجه دي نوعها ايه ما نعرفش، فاحنا بنتعامل مع الحاجات اللي هي الايتمز بمعنى اصح، يعني الحاجات اللي هي فيها ارقام ونصوص وكلام من ده، انت وسترنج وكلام من ده. لكن انا مثلا عاوز اتعامل مع الداتا جريد فيو دي كانها متغير جوه البرزنتر، فانا بعملها هنا في الانترفيس الاول كانها ايه؟ كانها داتا جريد فيو. طيب حلو قوي، نيجي في الشاشه بتاعه الكانتري هنا هنلاحظ ان في ايرور. طيب الناس تفكر معايا، يا ترى في ايرور ليه؟ يا ترى في ايرور ليه؟ بصوا يا جماعه، لو تفتكروا في الفيديوهات الاولانيه احنا كنا قلنا انا دلوقتي لازم الانترفيس، عامل ليه انترفيس وجع دماغي اصلا؟ عشان الانترفيس من اهم صفاته او من اهم مميزاته ان لازم اي عنصر عملته جوه الانترفيس لازم استخدمه، لازم اعمل له امبلمنت. فانا جيت هنا دلوقتي جوه، جيت استخدمه فين؟ جيت استخدمه في الكلاس اللي هو بتاع الكانتري، تمام. حلو قوي. طيب انا هنا في الكلاس بتاع الكانتري استخدمت الاي دي واستخدمت الكانتري نيم اللي هما الاثنين دول، ولكن الداتا جريد فيو لسه ما استخدمتوش، عشان كده هو ضار الايرور. لما نيجي نشوف هنا فبيقول لي does not implement interface member i country to data grid view. هبص يا جماعه، هو الراجل موضح لي الايرور، ناقص يحله لي بنفسه كمان. يعني هو بيقول لي ان انت ما عملتش implement للممبر او للعنصر اللي هو اسمه data grid view. طيب نقف على علامه اللمبه الصفراء دي، هنقول له implement interface. طيب هنطلع هنا تاني فوق يا جماعه، هنلاقي كل الحكايه ان هو عمل implement للعنصر اللي اسمه data grid view، ومخلي لي النوع بتاعه اوبجكت زي ما انا مخلي النوع بتاعه، يعني الراجل كتر خيره عامل كل حاجه مكان يعني، تمام. طيب زي ما احنا فهمنا وعملنا الموضوع ده قبل كده، هنمسح بس الجزء ده
انا بقول له الجت والست، جت لي ايه؟ هات لي القيمه او البيانات او القيمه اللي موجوده من الداتا جريد فيو. تمام، هاجي هنا اقول له داتا جريد فيو اللي هي بقى فين اللي موجوده عندي على الشاشه. نركز مع بعض يا جماعه، عندي اسمها دي جي في. تمام، الداتا جريد فيو اللي موجوده عندي هنا انا بقول له هات لي قيمتها وحطها لي جوه المتغير اللي هو الانترفيس ده. تمام، زي ما احنا عملنا مع التكست بوكس ده وعملنا مع التكست بوكس ده، لو تفتكروا الناس اللي مش فاكره كويس ترجع للفيديوهات اللي فاتت. هنقول له داتا جريد فيو، هل الداتا جريد فيو كده بس ولا لا؟ احنا عاوزين نقول له الداتا جريد فيو دوت داتا سورس. تمام، طب ليه دوت داتا سورس؟ داتا سورس دي زي ما احنا فاهمين يعني مصدر البيانات بتاعتها. حلو قوي، طيب مصدر البيانات بتاعتها هو ده اللي انا عاوز اخده او اللي انا عاوز احطه وعاوز اجيبه، هو ده اللي انا عاوز العب عليه يعني دلوقتي باختصار شديد عشان الناس ما تتلخبطش. انا عاوز اوصل لايه من الاخر كده؟ عاوز اجيب بيانات واحطها في الداتا جريد فيو زي ما هي واشيلها تاني. فكلمه احطها في الداتا جريد فيو دي معناها داتا جريد فيو دوت داتا سورس. طبعا احنا خدنا الداتا سورس دي قبل كده كتير، فالمره دي انا بقول له داتا جريد فيو دوت داتا سورس هتحط لي قيمتها فين؟ في الداتا جريد فيو الاوبجكت اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي في الانترفيس، وعن طريق الانترفيس باخدها بقى في البرزنتر والسيرفيسز والعب فيها زي ما انا عاوز. تمام، طيب كده عملنا الجيت يعني انا باخد. طيب عاوزين بقى نعمل الست. الست يا جماعه هنقول له هنا ايه؟ برضو نفس الفكره، هنيجي هنا نقول له دي جي في دوت داتا سورس. تمام، برضو هنسويها، هنقول له فاليو، نمسح ده بس. ممكن طالما هو ما اعترضش خلاص نوع اوبجكت عادي، مش شرط ان احنا نقول له دوت سترينج ولا اي حاجه، وهنسيبها زي ما هي كده. ويبقى احنا كده عملنا اول خطوه عندنا اللي هي ايه؟ العنصر اللي احنا عاوزين نتحكم فيه قبل اي حاجه عرفناه جوه الانترفيس من نوع اوبجكت. ليه من نوع اوبجكت؟ لانه هو ولا سترينج ولا انت ولا ديسيمال ولا فلوت ولا الكلام ده كله، هو اوبجكت يعني عنصر عندي، فانا عاوز استخدمه كله زي ما هو. بعد كده جيت عملت له امبلمنت جوه الشاشه اللي انا هستخدمه فيها، يعني باختصار شديد اللي انا عملته دلوقتي ايه بالبلدي كده؟ اي بيانات هتبقى في الداتا جريد فيو اوتوماتيك بتحولها على المتغير ده اللي هو موجود جوه الاي كانتري او الانترفيس. ليه؟ عشان السطر ده اللي احنا لسه عاملينه الست والجت، بنقول له من فضلك اي قيمه تغير هنا غير لي هنا، اي قيمه تتغير هنا غير لي هنا. طيب حلو قوي يا جماعه، هنيجي عند لو نفتكر الجزء اللي هو بتاع السيرفيسز، احنا كنا قلنا ان السيرفيسز هي المسؤوله عن العمليات بتاعت الداتابيز. يعني بقول له انسيرت ابديت ديليت سيلكت، احنا عملنا انسيرت ابديت ديليت ولسه هنعمل سيلكت. عندنا في الدي بي هيلبر ده طبعا الكلاس بتاع الداتابيز، خلاص مش هنين جنبه تاني، احنا عملناه مره واحده وقلنا ده شكرا كده مش هنين جنبه تاني. تمام، الكلاس اللي هو بتاع الكانتري سيرفيسز هو ده اللي احنا هنيجي جنبه. طيب نفتكر يا جماعه كان الكلاس ده بيبقى فيه ايه؟ بنعمل فيه كذا ميثود ونستدعي فيها الاكزيكيوت داتا ونبعت لها البارامترات بتاعتها. طيب حلو قوي، عاوزين مثلا يا جماعه ناخد الميثود دي كده كوبي وننزل تحت خالص كده اهو، ونعمل كده نقول له مثلا كومنت، نقول له this method to get all data وشو and dgv. تمام، يعني بجيب كل البيانات وبعرضها في الداتا جريد فيو. هنيجي هنا هنسمي الداله دي هنسميها get all data، يعني هات لي من فضلك كل البيانات. حلو قوي، طيب هل ابعت لها بارامترات؟ لا. ليه؟ لان انا بقول له هات لي كل الدول من غير بقى ما اقول لك الدوله رقم كذا، لا انا عاوز دلوقتي سيلكت اول، هات لي كله، فمش هحط بارامترات في الداله دي. تمام، طيب هنا سيلكت بابليك بول. طيب حلو قوي، ليه بول يا جماعه؟ عشان لو تفتكروا احنا كنا بنستدعي الداله اللي اسمها اكزيكيوت داتا، لا احنا المره دي هنستدعي من جوه الدي بي هيلبر الداله اللي احنا عملناها في الدرس اللي فات اللي هي اسمها جيت داتا. حلو، طيب الدالة اللي هي اسمها الجيت داتا اهي بتاخد مني برضو بارامترين، هنشوف موضوع البارامترات ده دلوقتي بس ما علينا. المهم هنيجي هنا يا جماعة، الدالة اللي هي بتاعت الجيت داتا دي لو تفتكروا كانت بترجع لي ايه في الاخر؟ تي بي ال او الداتا تيبل اللي احنا كنا بنلعب عليه. قلنا باختصار شديد ان انا بقول له من فضلك هات البيانات وخزنها لي في التي بي ال. تمام، فاحنا هنيجي هنا كلمة بول دي اللي هي كانت القديمة، هنقول لا احنا مش عاوزين بول والكلام ده كله، احنا عاوزين داتا تيبل. بالمناسبة يا جماعة أنا والله والله مش محضر خالص الكود، ولا مش محضر ولا مجهز أي حاجة خالص، كل الحكاية أنا بعمل من دماغي، وحتى في تفاصيل بزودها وبفتكرها وأنا شغال زي زيكو لسبب واحد، وأنا قلته قبل كده كذا مرة عشان لما ما بكونش مش محضر
بيحصل اخطاء مني ومشاكل فبحلها قدامكم، فهي دي اللي بتسبب الخبرة. لكن انا لو محضر الدرس ومجهز الكود مفيش ولا غلطة هتحصل، وده مش كويس. تمام. طيب المهم نرجع لموضوعنا تاني. الدالة اللي هي بتاعت الجيت داتا دي اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات كانت بتاخد ايه؟ اسم الستورد بروسيجر والميثود بتاعتها. طيب حلو قوي. اسم الستورد بروسيجر كان اسمه ايه؟ كانتري جيت اول، يعني هات لي كل بيانات الكانتري. حلو، ده كده اسم الستورد بروسيجر، يفضل ان انا اجيبه كوبي عشان ما يحصلش لخبطه. طيب البارامتر التاني اللي هو البارامترات بتاعتي، يعني مثلا لو تفتكروا انا لو انا عاوز اقول له هات لي الدوله رقم 5، فمعنى كده ان في بارامتر. هاجي هنا مثلا اقول له وير ان الاي دي مثلا اهو بيساوي مثلا 3. حلو، وهاجي هنا فجاب لي المغرب، كده معناها كده في بارامتر او في متغير. هنا لا، انا عاوز يجيب لي كله، فهعمل ايه يا جماعه؟ هاجي دي كده هروح جاي مساحها كلها وعامل مكانها قوسين فاضيين. قوسين فاضيين دي معناها ايه؟ ان انا بقول له هنا مفيش اي بارامترات، انا عاوزك تنفذ لي ده كله وتجيبه لي بشكل مباشر. طيب حلو قوي قوي، احنا كده في السيرفيسز عملنا داله بتجيب لي كل البيانات تمام، وبترجعها لي في الاخر على شكل ايه؟ داتا تيبل. طيب عرفت منين ان هي بترجعها على شكل داتا تيبل؟ عشان عامل الداله دي نوعها استاتيك تمام، بابليك يعني كل الكلاسات التانية تشوفها داتا تيبل، فبتريترن لي هنا اهو ريتيرن داتا دي بي هيلبر. يعني انا مثلا ممكن اعمل ايه؟ طبعا الناس المفروض عارفه الكلام ده كله، بس انا هعملها كده كنوع من انواع التذكره. ممكن اجي هنا اقول له ريتيرن تي بي ال. طيب هيقول لي ايه التي بي ال ده؟ هاجي هنا اروح انا جاي معرف داتا تيبل تي بي ال بيساوي نيو تي بي ال اهو، واجي هنا اقول له التي بي ال بتاعي ده بيساوي اللي راجع لي من السطر ده. فانا كده اللي راجع لي من هنا رحت جاي مخزنه في التي بي ال، وبعد كده قلت له ريتيرن التي بي ال، كده هتشتغل مظبوط. لكن انا دلوقتي مثلا عاوز اريح دماغي تمام، فاعمل ايه؟ هقول له على طول كده ريتيرن السطر ده. ده كده كان نوع من انواع الاختصار. طبعا والداله اللي هو الار فانكشن دي شرحناها في الدروس اللي فاتت وقلنا ليه بنعملها كده، هي باختصار شديد ده كده سنتكس بتاع داله، يعني كاني بعمل داله جوه البارامتر بتاعنا. طيب الخطوه اللي جايه يا جماعه نروح عند الكانتري بريزنتر تمام، الكانتري بريزنتر، ونبدا ان احنا نعمل الداله بقى. خلاص يعني احنا دلوقتي نفذنا الداله في السيرفيسز، عاوزين نستدعيها في البريزنتر عشان نناديها في الشاشه بتاعتنا، الخطوه اللي قبل الاخيره. وزي ما قلت مش محضر لحاجه خالص عشان تحصل مشاكل. طيب ناخد مثلا اي داله من الدوال بتاعتنا دي اللي كانت قبل كده، ناخدها كوبي. طبعا مش كاتب كومنتات هنا وده غلط اصلا. المهم المفروض هنا يا جماعه الداله دي نوعها بول، لان احنا كنا بنقول له اه لا لا، المفروض هنا هقول له نوعها ايه؟ داتا تيبل تمام. طبعا هو هنا مش معمول يوزنج للكلاس بتاعها، فكل حكايه ان احنا لازم نعمل له يوزنج اهو. خلاص هنا هنقول له ايه؟ جيت اول داتا تمام، يعني من فضلك هات لي كل البيانات. طبعا هو هنا معترض لسه، هنشوف معترض على ايه. الداله اللي انا بستخدمها دايما اللي هي كونكت بتوين موديل اند انترفيس، كونكت بتوين موديل اند انترفيس يا جماعه كنا بنستخدمها ليه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده عشان خاطر القيم اللي انا مخزنها في الانترفيس تبقى هي هي نفس القيم الموجوده في الموديل. يعني باختصار شديد القيم اللي المستخدم يدخلها هنا وهنا تبقى هي نفس القيم اللي انا بلعب بيها معايا هنا تمام. طيب هنا جيت قلت له ريتيرن، يعني برضو رجع لي كانتري سيرفيسز الكلاس اللي احنا لسه عاملين فيه دلوقتي الداله دي تمام، اهو اللي احنا بعتناه فيها للستورد بروسيجر. كل حكايه ان احنا عاوزين ننادي على جيت اول داتا دي، فهنقول له كانتري سيرفيسز دوت ايه؟ دوت جيت اول داتا. حلو قوي قوي قوي. طيب هل هنا كانتري سيرفيسز دي ليها اي بارامترات؟ نرجع تاني هنا عند كانتري سيرفيسز او جيت اول داتا، اسف لا ملهاش. يعني ليه؟ لان انا مش مفيش اي بارامترات عندي، فلما امسح البارامترات دي الايرور الاحمر ده هيتشال، هيرجع لي ايه بقى؟ ريترن لي ايه؟ ريترن لي الجدول يعني هيرترن لي البيانات كامله زي ما احنا عارفين. طيب حلو قوي قوي. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ نيجي عند الشاشه بتاعت الكانتري تمام زي كده في الفورم لود. ليه في الفورم لود؟ عشان اول لما الشاشه دي تبدا تحمل احمل له البيانات اللي موجوده هنا. هاجي اقول له ايه؟ احنا كان عندنا المتغير اللي هو بتاع
البريزنتر اللي هو اسمه كارنت ريبريزنتر، تمام، حاجة زي كده، كارنت ريبريزنتر دوت جيت اول داتا، تمام. طيب نبدأ ان احنا ممكن نجرب كده ونشوف يا ترى هل هتشتغل مظبوط ولا هيحصل مشاكل. انا شخصيا متوقع اكيد هيكون في حاجة نسيناها وهتحصل مشكلة، وده اللي احنا عاوزينه عشان نجرب مع بعض. نفتح الشاشة اللي هي بتاعت الدول طبعا. طيب تمام، حصل مشكلة اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي اول لما الشاشة بتبدأ تعمل لود وقلنا ان احنا نعمل فاليديشن، بيجيب التكست بوكس ده لو هو فاضي بيحصل مشكلة. طيب احنا ممكن نعالجها ازاي يا جماعة؟ ممكن نعالجها بكذا حاجة، ولكن انا عاوز بس ان احنا نجرب موضوع ال جيت اول داتا ده، وبعد كده نعمل فاليديشن كلها بتاعتنا في فيديو واحد مرة واحدة. فمثلا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي في الدالة نفسها بتاعت جيت اول داتا دي، ممكن نوقف الدالة اللي هي بتاعت كونكت دي، تمام، لان هي دي اللي بتجيب البيانات من التكست بوكس الفاضي فبتعمل مشكلة، تمام. طيب حلو، هو كده ما جابش الداتا بتاعتنا، معنى كده ان في مشكلة. طيب معنى ان في مشكلة طبعا احنا طبيعي لازم نعمل ديباجنج ونشوف يا ترى ايه المشكلة، وندوس على F11 عشان نعمل لود للشاشة دي من الاول خالص، وندوس على F11 ونجرب مع بعض. طيب يا جماعة هدوس على F11، طبعا لما دوست على F11 جابني على البريزنتر على طول، فهنا بيقول لي ريتيرن جيت اول داتا. طيب هو تقريبا كده في حاجة اتنست، المفروض في جيت اول داتا دي اقول له البيانات اللي راجعه لي دي اسويها حطها لي في الداتا جريد فيو. انا ده كله ما قلتلوش الخطوه دي، انا عملت ريتيرن. ريتيرن زي بقيه الدوال اللي هي بتاعه الانسرت والابديت والديليت، وده غلط. انا كده ريتيرن، طيب انا كده جبت البيانات لكن حطيتها فين؟ نكمل مع بعض عشان نشوف بس هل هو هيجيب البيانات مظبوط ولا هل هتحصل المشكله. هنشوف هنا في ال تمام، نقف هنا كده على التي بي ال نشوف يا ترى جاب البيانات. طبعا هو جاب البيانات اهي، ولكن احنا جبنا البيانات بس لكن ما عرضناهاش في الداتا جريد فيو، تمام. طبعا دي مشكله كبيره، تمام. في الكانتري بريزنتر كل الحكايه اهو. بصوا يا جماعه لو طلعنا فوق هنلاقي ايه الاي كانتري اللي هو الانترفيس، يعني هنيجي هنا نقول له اهو، نقول له الاي كانتري دوت دوت ايه بقى دوت داتا جريد فيو المتغير اللي احنا عملناه في الاول خالص، بنقول له خلي لي دوت داتا سورس، لا اسف، بيساوي دي، تمام اهو بس كده. طيب ليه هو هنا ثانية واحدة بس، هو هنا في مشكلة في الداتا تايب هنحلها، ولكن عاوز بس اشرح الجزئية دي. الجزئية دي يا جماعة الحتة دي كده، الحته دي كده بتجيب لي البيانات، انا بقى قلت له ريتيرن لي الكلام ده. طيب ريتيرنه او رجعه لي هحطه فين؟ انا ما كنتش ايه اللي هحطه فين، فانا دلوقتي بقول له اللي راجع ده حطه لي في الداتا جريد فيو اللي جوه الانترفيس، تمام. وانا كده كده في الفورم دي كنت قايل له الداتا جريد فيو اللي موجوده في الانترفيس اعملها لي السطر ده. السطر ده هو اللي من الاخر كده بيربط لي بين اليوزر انترفيس اللي المستخدم شايفها وبين الكود اللي ورا. بمعنى اصح اي تغير هيحصل في الداتا هيسمع في دي، اي تغير هيحصل في دي هيسمع في الداتا، هي دي فايده الانترفيس الرئيسيه. طيب هو معترض ليه دلوقتي؟ معترض عشان انا عامل له الداله من نوع داتا تيبل ومش عامل ريتيرن، عشان كده هو الراجل بيقول لي انت عملت لها نوع وما عملتلهاش ريتيرن، عشان كده هو معترض. فانا هريح دماغي واعمل ايه؟ هعمل فويد، تمام. انا دلوقتي مش عاوز ارجع حاجه، انا كل الحكايه ان انا بعرض بس البيانات، وممكن نستدعي الداله اللي هي بتاعت كلير فيلد دي، اللي هو انا دلوقتي مثلا اول لما الشاشه تفتح عاوز افضي الفورم او الشاشه بتاعتي اسف. فهنشغل دلوقتي مره تانيه ونشوف يا ترى هتشتغل ولا لا. طيب طبعا هي اشتغلت كده معانا مظبوط، قدرنا ان احنا نجيب البيانات، ولكن طبعا شكلها مش كويس خالص. فالشكل مش كويس ده انت ممكن تلعب مثلا في البروبرتيز بتاعت الداتا جريد فيو. طبعا احنا مش هنلعب كتير بس هنغير خاصيه او خاصيتين عشان نعرف نشوفهم كويس، وانت طبعا تعرف يعني تقعد تلعب فيهم مع نفسك، تمام. هنجيب هنا اول سيلز اللي هي بتاعت الاوتو سايز كولوم واوتو سايز رو، فهنقول له اول سيلز واول سيلز يعني اعرض لي كل الصفوف.
طبعا بقى ممكن تلون في الداتا جريد فيو، ممكن تديها باك جراوند معينة ومش عارف، ممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا. طيب ما اتعملتش برضو، يبقى نخلي الكولوم نخليها فيل، يعني املها لحد الاخر. تمام، طبعا في ناس بتحب تشيل الحتة دي وتلون بقى، تلون السطر ده وما تلونش السطر ده والكلام ده كله، ولكن ده مش مجالنا دلوقتي. احنا كان كل اللي يهمنا ان احنا نعرض البيانات اللي جاية من الاس كيو ال اهو، او من الستورد بروسيجر ده كلها. يعني انا دلوقتي عندي 100 دولة، اول لما افتح الشاشة دي زي كده هلاقي عندي 100 دولة تحت بعض، مفيش اي مشكلة، والبتاعة دي البيانات دي يعني مش فاضية مش مليانة. طيب عاوزين نجرب حاجة يا جماعة، لما اجي ادوس على زرار اضافة واضيف مثلا دولة رابعة، عاوزه يعمل ريفريش هنا والبيانات تتعدل في ساعتها. هنعمل الحركة دي بسرعة، نعملها ازاي يا جماعة؟ نيجي عند زرار الاضافة هنا، كنا بنقول له تشيك كانتري انسرت او كانت انسرت. نيجي عند الدالة دي، انا هنا قلت له كونكت بتوين كذا كذا كذا، ممكن نعمل ايه؟ نيجي في الاخر ونستدعي الدالة اللي هي بتاعت جيت اول دات، ايه المشكلة؟ نيجي عند الكانتري انسرت دي، نقول له هنا تمام، ولكن طبعا هي هنا مش هتنفذ لانه بعد الريترن ما بينفذش حاجة تاني. فانا ممكن اجيب الريترن دي اخليها في الاخر خالص كده، هقول له يا جماعة مثلا ممكن نعمل متغير من نوع بول، تمام، اسميه تشيك واسويه. اللي راجع لي بقى في المتغير اللي اسمه بول ده اروح جاي انا عامل له ريتيرن. طيب عملت الحركة دي ليه بسرعة كده؟ عشان بعد ما اضيف العناصر بتاعتي انفذ الدالة بتاعتي الجيت اول داتا اللي هي تعمل لي ريفرش من الاخر يعني كده، تمام، واقدر ان انا اعمل ريتيرن للمتغير بتاعي ده. طيب نشغل كده مع بعض ونشوف يا ترى الكلام ده هيحصل ولا لا. اهو هنيجي مثلا نقول له الدولة رقم 4 مثلا، ممكن نقول الجزائر، تمام، وندوس على اضافة، قال لي تم الاضافة. اهو بص يا جماعة، اول لما ضفت الجزائر مثلا، نيجي نضيف رقم 5 نقول له مثلا امارات، تمام، وندوس على اضافة، تمت الاضافة هنا فعلا في ساعتها. طيب هل كده ينفع؟ لا طبعا الكلام ده كله شكله مش تمام ومش عملي اساسا، ولكن احنا بنتعلم فيه. والخطوة اللي احنا عاوزين نعملها بعد كده ان احنا اول لما نفتح الشاشة دي او اول لما تحصل عملية اضافة او تعديل او حذف، يبقى في دالة اسمها اوتو نمبر. اوتو نمبر دي بتعمل لي ترقيم تلقائي، بمعنى انا دلوقتي مثلا ضفت 5 دول، المفروض يبقى هنا دي واقف لي على رقم 6 ومفيش تعديل، يعني انا ما اقدرش اعدل هنا في الاوتو نمبر ده، فدي هنعملها ان شاء الله، ولكن في الفيديو اللي جاي استنوا.